في زمن كثر فيه المفسدون في الأرض، كثر فيه المترفون، كثر فيه المنظرون والمتشدقون والمتفيهقون، كثر فيه أصحاب الأهواء وقل فيه المصلحون، وعز فيه الأتقياء، وندر في هذا الزمان الأخفياء الذين بهم تنصر الأمة، الذين بهم تفرج الكربات، الذين بهم تتنزل البركات، الذين بهم ينصر الله عز وجل هذه الأمة، كما قال حبيب رب الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أولئك الضعفاء، أولئك الأخفياء الذين لا يطلع على أحوالهم إلا الله، الذين لا يعلم مكنون صدورهم إلا هو سبحانه جل وعز، أولئك الأخفياء الذين نريد أن يكثروا في الأمة، بهؤلاء ينصر الله الأمة ويكشف الله الغمة ويرفع الله الكربة ويرفع الله البلاء وينزل الله المطر، ينزل الله الغيث، ينزل الله البركة. قال الله حكاية عن صاحب الجدار: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. لم يذكر القرآن صفة هذا الرجل وكم كان عمره ومن أي مكان كان وأين كانت صفاته وما العمل الصالح الذي يعمله، ولكنه كان بينه وبين الله سر لم يطلع عليه أحد. فبسبب هذا السر وبسبب هذا العمل الذي لا يطلع عليه أحد حفظ الله ذريته وذرية ذريته من بعده، حتى قال المفسرون أن هذا الأب الذي ذكره الله في القرآن كان الجد الثاني عشر بسبب صلاحه وخفائه الذي لم يعلمه ولا يعرفه إلا الله، حفظ الله نسله ونسل نسله من بعده، فأرسل الله نبيين كريمين إلى أن ينقض الجدار ويخرج الكنز حتى يصير أغنياء بين الناس. بصلاح الآباء حفظ الله الذرية، وبصلاح الأخفياء يحفظ الله الأمة. أولئك الذين قال رسول الله فيهم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الله يحب أولئك الأخفياء الذين قال الله فيهم: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال الله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال صلى الله عليه وسلم وذكر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان لم يطلع عليهم وعلى حال عبادتهم إلا الله، أولهم ورجل ذكر الله خاليا، خلا بنفسه وخلا بربه، لم يطلع عليه أحد، لم ير أحد دموعه، لم ير أحد انكساره بين يدي الله، لم يطلع أحد على ذكره وعلى عبادته، ولكنها كانت خفية لم يطلع عليها إلا الله. فبسبب الخفاء وليس بسبب الذكر فكثير هم الذاكرون، بسبب الخفاء كان تحت ظل عرش الملك يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، السر أنه إيه؟ أخفاها، هذا هو السر. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله أو لم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. السر ذكر الله خاليا، السر فأخفاها. إن الذين يختارهم الله كانوا يكتمون سرا فسر.